السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنلعب نزال رباعي خرافي بين الجرح المجدد، الكلب الضاري، السيف المدمر والسمندر الحار. قبل أن نبدأ بنزال اليوم، تبع احنا فتحنا متجر الكتروني حكومة بتحفظ من القدس. افتتاح المتجر الالكتروني لمونستر بليد سويت تويز. سابع الآن باقتناء لعبتك المفضلة من خلال رابط المتجر الالكتروني في وصف الفيديو. ألعاب متنوعة من شركات مختلفة بكميات محدودة. التوصيل لجميع دول العالم وجميع طرق الدفع متوفرة. ولو تلاحظوا جماعة الخير، أنا قلت في المقطع الآن إنه بكميات محدودة، حرفيا الكميات جدا محدودة. فمثلا هذه المنتجات هنا كان في شجاع الأسطورة، كان في منه بس 3 حبات وكلها خلاص انشحنت ويعني وصلت للي طلبوها. وهنا عندنا بعض البلابل الثانية، يعني هذه كمياتها. ملاحظ هذا بدل من جزء التربة، طبعا هم بالبليان يجوا بحلبة إلكترونية منهم بس 3 نسخ، 3 حبات بس، وأتوقع ما حتوقف مرة ثانية. أخيرا يا جماعة الخير، بالنسبة للحلبات، ترى حلباتنا أصلية من نيو بوي، لأنه كثير منكم انصدم من السعر. يعني شوف هذا كارتومي نيو بوي، فهذه حلبة الزيرو جي مثلا، هذا اللون الأخضر، وفي اللون الأبيض هذه الهجومية وهذيك المتوازنة. فصدروا من السعر حسب الحلبة ما هي أصلية. اللي ما عارف، هي تنباع عندنا في السعودية 100 ريال، نحطنها في المتجر 40 ريال. عشان نزيد من حماس نزال اليوم الخرافي، خلينا السيف بالنمط المدمر وخلينا السمندر بالنمط القافز. نزال اليوم حنلعب على حلبتين، الحلبة العادية والحلبة النفاثة. أول 5 جولات حتكون على الحلبة العادية. جلولة كالجارح والفل جيمين ستار. وفاز السيف في أول جولة. والثاني الجارح والكلب السمندر السيف. كم زاد ولادي؟ أوكي، لا كلهم مو متوازنين. وفاز الجارح 1-1 بين الجارح والسيف. الثالثة ثلاثة أخطاء. يلا زاد رباعي. الجارح عطى ضربة ثنائية حطم بالبليان، والسمندر استفاد من الضربة وفاز. واحد للسمندر، واحد للسيف، واحد للجارح، والكلب الضارب مسكين ولا نقطة وتحطم في كل الجولات. ذكركم يا جماعة الخير، قبل تروح الجولة الرابعة انسوا الاشتراك، ولا تروحوا جيب سم بحاوت انكم تضغطوا على زر اللايك لنوصل مقطع عدد لايكات. مقاطعنا قاعد توصل الفترة الأخيرة مشاهدات عالية ولكن اللايكات قليلة، فلا تستخسروا اللايك فينا، ترى من جد اللايك يفرق. وحنشر المقطع في كل مكان، وممكن زيد المشاهدات زيد الاشتراكات كمان. واو سندر. اوكي اول نقطة نحسبها عشان هو ما عنده نقطة. زاد زاد. واو سمندر والجارح. توقع سمندر لما عنده ضربة حيخسر سمندر. الجارح ما بقى قوي، ما هي محسوبة، حنعيدها الحين. يلا يلا جول اللي بعدها. الجارح السمندر السيف والكلب. اوكي دخلنا بس طلع نزل حلو. اوكي الضربات طلع نزل منظم، طلع منظم يب. نقل الجارح، جارح قوي. نلعب اخر جولة، يلا اخر جولة بعدها ننتقل للحلبة النفاث. جولة الاخيرة. اوكي يلا. السمندر ادى ضربة فك الحلقة. خلينا نحاول. يلا نزل السمندر من جديد. فات كمان محطم. ضاع ضربات. نزلنا بلعب من جديد وفات. خواف السمندر الجارح. اوكي كم كليك؟ الجارح متوفر في متجرنا ولكن بنسخة خاصة بكمية باقي حبتين، صح؟ باقي حبتين من الجارح بس. فايحة النسخة جدا اسطورية شباب، لونها شفاف. جبنا الحلبة النفاثة. يلا خلونا نبدا بأول جولة. اوكي السمندر صيف. اوكي الجارح. الله عبدالله حطم بلبل ووقف الثاني وفاز بالنزال. الجارح هذه الطويلة الثانية حطم بلبل. يا شباب حطينا الحين اوسع زاويه نقدم عليها وكذا صار شكل الحلبه، فكذا اريح لي ولي عبد الرحمن. فيلا اوكي. واو 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 اوكي سندر والجارح فاز. والله الجارح كل شيء يفوز. والله خراب يا اخي البلبل. يلا الجولة بعده. يلا الجولة بعده. حيحطم الكلب، حيحطم الكلب. سمندر الحار. الكلب وتوقف عن دوران السيف وفاز. اوه بس هوندا بلعب يا جماعه الخير. قرروا ينتقلوا من الجارح فكلهم جايبين فوق. اوكي طوبة. يلا يا كلب. اوه والجارح فاز. لازم البلابل كلهم ينتقلوا من الجارح عشان كذا حتجيب الشجاع البركاني. يلا شجاع البركان بالجارح المجدد ونحط السيف راس السمندر. براس السيف لا هو شجاع بنزل الجارح من راس هنا. براس يلا نبدا يا شباب. ما عليكم من السلاك اللي طلعنا بتاع سلاك الاضاءات. يلا خلينا نشوف. يلا راس براس انتقم يا اخي، فوز بالبلابل.
الجارح ما يمدح حتى ما قلت في الحلقة. كان حيحط النسخة الخاصة. النسخة الخاصة قوية. النسخة الخاصة. يلا. نزل من النص. خلي 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 جارح. نزل من النص بقوة بركانية. العادي. وحش. لا لا احس اوكي نرجع نزلنا ولا نرمي نسختين يلا يلا الجارح يا الاول فوز فوز لا تحس كذا في تناقض بين البلابل الشجاع الثاني ما يبغى يفوز الحين حلو يا جماعه الخير نفس النزال حيكون اخر جوله في مقطع اليوم ما احنا قد نضبط النزال خلاص حتى السيف ما يبي ينزل يا جماعه شوف فين واقف رميته من هنا من هنا ما طلعت يدك من هنا اخر جوله انتصروا بجداره مين قال لك مين قال لك انتصر انتصر خرج وبعدين خرج يلا طب انت باقي لك بلبل دحين دقيقه دقيقه ولا بس هيفوز الكلب؟ هيفوز الكلب؟ What is this؟ رمد عليه بلابل ولسه قاعد يدور فبس هذا كل اللي عندنا اليوم اليوم ناس اللعبة وشاركوا عجب تنبيهات زوروا موقعنا تحت صندوق الوصف تسوق ممتع وتجارب مربحة ولا ليش؟ اوصل للختام حاشخصنها مع الجارح ايوه اللي يعرف كومبو يجرب يعني يجرب من جد بكل امانة يجرب الكومنتات يكتب لي كومبو يفوز على هذا واذا في كومبو انا جربته اللي بتفوز عليه حنسوي مقطع تدمير الجارح مقطع اليوم كنت ليلة اثنين والجارح ايوه عشان اليوم مش خصينها مع البلابل شكرا على المشاهدة سلام سلام طب شوف انا اقول لك انا شوف نحن انا وانت انا وانت نتفق تطورات الشجاع المدمرة وتطورات السيف المدمرة ما اتوقع حتى تطورات الشجاع وتطورات السيف يعني تطورين على الجارح ايوه يعني مثلا الشجاع البركاني والسيف الكاسر والتضيع راح متجدد تفجير نشوف نحن اكتبوا لنا كومبو نحن نشوف حننزل لكم ان شاء الله اليوم في الليل مع السلامه دقيقه شباب في المتجر حقنا نحن نجيب البلابل بارخص الاسعار ممكن تلاقوها بس مع الشحن يعني الشحن مره غالي يعني ما نقدر نجيب لكم الشحن ما بنعد عليه ما نقدر لو تخيل يعني مثلا نون يزودوا لكم على سعر المنتج عشان يخلوا الشحن رخيص يب متخيلين فمثلا الشحن في شبكه اللون الاصفر اللي هي بشارع الرحمن قال بالغلط سعر الشحن 12 ل 15 ريال سعر الشحن الاساسي 30 ريال يزودوا 15 على المنتج عشان ما يحسوكم الشحن غالي ويزودوا 15 للشحن فانت كده اذا دفعت الشحن دفعت الشحن غصب عنك اوكي احنا نقدر نزيد 30 ريال على قيمه المنتج ونقول لكم الشحن مجاني بس احنا ما نبغى يعني ما ينفع ما ينفع والله نصبه يا جماعه الخير فمع السلامه اشتروا من عندنا فاللي في جده اللي في جده يمدي يتواصل معنا نحن ندي المنتج يد بيد بدون ما يدفع عليه الشحن يعني